النائب الأول القائد العام للقوات المسلحة التشادية يستقبل الفرقة الثالثة للقوى المشتركة للجنة حوض بحيرة تشاد. انضمام عدد من الأحزاب المعارضة إلى حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بمدينة أبشة. قام أعضاء المكتب الوطني السياسي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بزيارة بتقديم العزاء لأسرة الفقيد جيمنانغار دادناجي جوزيف الذي وفته المنية في ليلة 31 من ديسمبر الماضي. السابعة مساء بتوقيت العاصمة أنجمينا، النشرة الرئيسية من الفضائية التشادية، أهلا وسهلا بكم. أكد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أثناء الرسالة التي قدمها للأمة التشادية بمناسبة العام الجديد، أكد على أنه بالعزيمة والإصرار يمكننا رفع التحدي، تحدي التنمية الاقتصادية، كما دعا إلى حب العمل واحترام قوانين الدولة ومحاربة الفساد بجميع أشكاله. نتابع جزء من هذه الرسالة في تقرير عثمان عبد الغني. لا للاختلاس ولا مجال للمتواطئين، هذا هو شعار الزيارة المتكررة والمفاجئة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو سابقا لمختلف مؤسسات الدولة، لا سيما وزارة المالية والميزانية وإدارة الضرائب بمركز أنجيلي للجمارك، حيث تفقد مختلف الإدارات والمكاتب والحواجز التي تتصدى للتهريب. ومن خلال الزيارات وجه إناية العاملين في هذه المؤسسات والقطاعات المهمة في دخل الآيدات المالية للدولة والأمل بجدية وابتعادا عن الأشوائية والرشوة ونسيان اختلاس المال العام الذي أصبح الظاهرة وسط عمال الجمارك وعدد كبير من المسؤولين والعمال بمختلف المؤسسات، خاصة أولئك الذين يتمنون الأمل في الجمارك لملء جيوبهم والغناء الفاضح. ووصف فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو هذه العملية بالفوضى الآرمة التي لا تستفيد منها الدولة ولا المواطن، حيث تمنى رئيس الجمهورية بأن يعيش الشعب في رفاهية واستقرار دائم من أجل تحسين ظروف العمل، طالبا من المعنيين والمسؤولين بالدولة أخذ مسؤوليتهم تجاه هذه الفوضى. كما حذر من يتلاعب بقوانين وأوامر الدولة بأن الحكومة اتخذت كل التدابير اللازمة للتصدي لهؤلاء الذين أصبحوا حاجزا بين مصلحة الدولة التي تعود بالنفع للمواطن التشادي. فقامت رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أثناء رسالته التي قدمها للشعب التشادي، قال من خلال الأمل والإدارة الرشيدة يمكننا أن نرفع تحدي التنمية، ولذلك أتوا التشادين مرة أخرى إلى حب الأمل واحترام قوانين الدولة وهما التعبير الأكثر اكتمالا عن الوطنية، وأوقف الفساد المالي بجميع أشكاله. وفي هذا الصدد ستتكثف مكافحة الفساد واختلاس الأموال العامة، ولن يرحم أحد في ذلك، ولن تكون هناك فئة واحدة من المواطنين يتمتعون بامتيازات ويفرون من القانون وفئة أخرى ضعيفة وأكثر عرضة للعقوبات. وأضاف رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو سيتم مؤاقبة كل الجرائم المتعلقة باختلاس المال العام بدون تحفظ، وسيتم تطبيق صرامة القانون بدون عواطف، وأن المساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية ستكون بمثابة بوصلة للعمل العام في جميع المجالات. هذا ونتمنى بأن تصل رسالة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى جميع المسؤولين من أجل محاربة الرشوة واختلاس المال العام للدولة. كما قال فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أنه يجب السماح لرجال الأعمال التشاديين بأداء دورهم الكامل في هذه المرحلة الحاسمة لإنعاش الاقتصاد، وأن الحكومة ستواصل توسيع سياستها المتمثلة في التصفية التدريجية للديون المحلية بدعم من الشركاء. رشاد حسن طه. الاجتماع الأسبوعي حول العائدات المالية بالبلاد والرامي إلى دراسة وتحسين قطاع المال والاقتصاد والدخل العام للإيرادات الذي جاء باقتراح من فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يعتبر ثمرة في تنظيم الإيرادات المالية ومراقبة العائدات. وقد أشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في رسالته للأمة بأنه يجب أن نهيئ الظروف اللازمة التي تساعد في الممارسة الكاملة للأنشطة الاقتصادية التي يجب أن تتبع نمط تنميتنا والذي يتركز على توزيع الاقتصاد، الأمر الذي جعل الحكومة تتيح الفرص للمستثمرين للاستثمار بأراضيها في مختلف المجالات، خاصة تلك التي تتمتع بها البلاد والتي
تعتبر مصادرها الأساسية الزراعة والثروة الحيوانية، الأمر الذي جعل المستثمرين الأجانب يتوافدون إلى البلاد. فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو ركز في المتابعة وبدون توقف في أنشطة البلاد الهادفة إلى تهيئة الظروف والمواتية للتنمية من خلال الاستثمارات القوية التي ينفذها الشركاء الخارجيين والجهات الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وبخاصة القطاع الخاص الذي وجد دعما من فخامة رئيس الجمهورية. كما دعا التشاديين إلى الإصرار والعزيمة لمواجهة كل المخاوف المتعلقة بالسلام الأمن والاستقرار باعتبارها شروط أساسية للرقي بالمستقبل، وإن إنعاش الاقتصاد لا يكون إلا بتضافر الجهود ولم الشمل والنية الصادقة للجميع وتشجيع الأيدي العاملة. وهذه المرحلة لا تتم إلا بالسماح لرجال الأعمال التشاديين بأداء دورهم الكامل في هذه المرحلة الحاسمة لإنعاش وإحياء الاقتصاد. وقد أكد فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو بأن الحكومة ستواصل وتوسع في سياستها الرامية إلى تصفية الديون المحلية تدريجيا بدعم من شركائها. ومن هنا نستطيع القول إنه ومن أجل تعبئة الموارد بانتظام وبغرض تقوية النسيج الاقتصادي والنظام المصرفي الذي عانى الكثير من آثار الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، فمطلوب منا جميعا شعبا وحكومة التضامن والعمل المتواصل ومحاربة الرشوة والاختلاس. لذا علينا أن نتسلح بروح الوطنية والعزيمة من أجل النهوض باقتصاد بلادنا. وفيما يتعلق باهتمام الحكومة التشادية بالشباب والمرأة ودعم جهودهم من أجل تعزيز التنمية والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، الزميل آدم حنفي عدل لنا هذا التقرير. عام 2020 هو عام مليء بالأحلام والأمنيات لتحقيق مطالب الشباب والمرأة الهادفة إلى رقيهما في مجال العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية. فالشباب لهم دور فعال في تنمية المجتمع، كونهم عماد أي أمة وسر النهضة فيها، كما أنهم بناء حضارتها وخط الدفاع الأول والأخير لبلدانهم. فالحكومة التشادية تدعم بل تشجع الشباب والمرأة حول البحث عن فرص عمل ذاتية تنبثق من جهد شبابي ذو ثوابت وطنية حقيقية. أكد ذلك رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو في رسالته التي قرأها في ليلة الأول من يناير لهذا العام، واعدا فيها الشباب بمنحهم 30 مليار فرنك سيفا تحفيزا لأصحاب النوايا الطموحة التي تسعى إلى تحقيق أهدافها التنموية والتي تدعم مسيرة التنمية المستدامة للبلاد. يتم إعادة النظر بعمق في الهيئات المختلفة المسؤولة من دعم وتمويل مشاريع الشباب والنساء من أجل إنشاء مؤسسة قوية تكرس حصريا هذا الهدف الإصلاح الهيكلي. ده يصاحب تخصيص موارد استثنائية وإبرام شراكة طموحة مع البنوك. من سنة 2020 يتم تخصيص مبلغ سنوي بالأقل على 30 مليار فرنك لدعم الشباب والنساء في طموحاتهم من القيام بأعمال منتجة وتمكينهم. فهناك العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية المختلفة لصالح الشباب بمختلف ولايات البلاد تم دعمها في الأعوام الماضية عبر الهيئة الوطنية لدعم الشباب. جيرابي جيلبير هو أحد المستفيدين من دعم الحكومة التشادية لممارسة مهنته هذه التي تسعى إلى تكوين العديد من الشباب الطامحين في مجال استخدام الحاسب الآلي وغيره من الخدمات الإلكترونية. فالسلطات العليا في البلاد قدمت الكثير ثم وعدت الشباب والمرأة وهما منتظران، وكل ما يحقق ذلك هو الحرص التام على تنمية الوطن ورقي حضارة المواطن. عقد صباح اليوم وزير الصحة العامة دكتور محمود يوسف خيال عقد لقاء مع أعضاء الحكومة حول المراجعة وتكوين لجنة الشرطة الصحية التي تم المصادقة عليها في المؤتمر الأفريقي عام 2018. المزيد لدى ابتسام موسى.
تطبيقا لمخرجات المؤتمر الافريقي المنعقد في العام 2008 بدولة جنوب افريقيا في اطار العام الدولي للنظافة، يجيء هذا اللقاء عالي المستوى الذي جمع وزير الصحة وعدد من اعضاء الحكومة بغية مراجعة واعتماد قرار تكوين لجنة الشرطة الصحية الذي تم المصادقة على ملفاتها، وتتضمن لجنة الشرطة الصحية في اضويتها مختلف القطاعات الوزارية ذات الاختصاص. وزير الصحة العامة محمود يوسف خيال أوضح خلال هذا الاجتماع دور الشرطة الصحية وعملها. في الوحدة الإفريقية شعلوا حرار وقالوا واجب نخط شرطة صحية في البلاد هنا أفريقيا كله، بالأخص الناس البلاد هنا أفريقيا الخربة ده، أفريقيا أنجلوفون البحجوا باللغة الإنجليزية ده، هم نقدموا قدام من نفاته شغلهم ده سوا. وشات حسا عند السنة عند ثلاثة شهر الدكري الحرار اللي بخط البوليس سانيتير ده خلاص سيني شهر 10 أكتوبر في 2019 ده سيني، لكن الدكري هذا ما بقدر بيسهل، ما بقدر بيسهل لنا المشاكل، بدور لنا تكست دابليكاسيون أريتي دابليكاسيون أريتي عشان كيف نقدر نأبليك الخمام ده في تشاد. علما بأن الشرطة الصحية تعمل في إطار محاربة الأوساخ ومراقبة الأدوية والأطعمة التالفة في المحلات التجارية بشتى الأراضي الوطنية. أشاد شباب التجمع الوطني من أجل الديمقراطية والتقدم بخطاب رئيس الجمهورية الذي قدمه بمناسبة رأس السنة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالاهتمام بالموارد البشرية وتوظيف الخريجين. جاء ذلك خلال الحديث الصحفي الذي قدمه الرئيس الوطني لشباب الحزب. نتابع جزء من حديثه. أنا فيليسيتي هذا كثير في فيفا لبرومانان انتغراسيون 20000 جين. En plus, on a 30 milliards qui ont fait disposition à les projets de la Karine. Donc, on va lâcher à Katir. Au promenade sécurité, on reste Katir aux forces de l'ordre pour l'antenne à appui. On a remercié Batan Antenna le présent, le promenade prime d'or, on a baissé à tout d'or, que le roux d'or a arrangé. Inch'Allah, on a remercié le Katir. Parce qu'à l'homme d'Aviva Jeunesse AF, il a appuyé en total. Jeunesse Kola, ça varie les promenades d'intégration. On a lancé appel à Nantuna Sana, plateforme syndicale. Machin qui le promenade grève de Tchaden Iomina. Nous devons faire qu'à l'homme discuter avec le gouvernement, il y a une solution. Les Kali, moi, ils perturbent l'administration, ma fille. Nous devons faire qu'à l'homme. Machin qui le monde d'Oro. Chaorna, rescatir les promenades de sécurité à l'homme, Inch'Allah, a fait déjà l'un affichat. Les promenades forces en la sécurité, Chaoran pour le Katir, Viva Jeunesse, Fiwarum, Tchaden Akar Fiwarum, Mandoro, Kalimaya, Jeunesse, Kalimaya, Somo, Kalamananas, Bejaja, Madi, ma fille. Bala Afi, ma fille, la développement de Manamu. Ndoro Afi, Balana, Lev, Inam Shubidam. كما قدم الرئيس الوطني لاتحاد الجمعيات الوطنية أحمد بشير بيانا صحفيا هنأ فيه الشعب التشادي بحلول العام الميلادي الجديد، داعيا إلى الوحدة الوطنية والتسامح من أجل التنمية. جزء من هذا الحديث الصحفي. إنني أتقدم إلى جميع جماهير الشعب التشادي الأبي مهنئا لهم بحلول العام الجديد 2020، وأتمنى أن يكون عام خير ورحمة وبركة وتقدم ونمو وازدهار وسلام وأمن وأمان، ونعمل من الشعب مساعدة الدولة لسير الأمور وفق ما وضعته سيادة الدولة، ونسعى نحن في اتحاد الجمعيات الوطنية التشادية في هذا العام لتنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني والقومي بين شرائح المجتمع، وكذلك نسعى لبس روح حب الوطن والدعوة إلى السلم بين المواطنين وتوثيق الروابط فيما بينهم، ومن ضمن سعينا اكتشاف مواهب الشباب وقدراتهم ومهاراتهم وتشجيعها وصغلها وتنظيم الإفادة من طاقات الشباب في خدمة المجتمع بما يعود على الوطن بالخير.
انضم عدد من المناضلين الأحزاب المعارضة إلى حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بمدينة أبشة حاضرة والداي بحضور عدد كبير من المناضلين والمناضلات للحزب برئاسة الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بولاية والداي. النظيف عبد الكريم. أكثر من 100 من مناضلي حزبي الحركة من أجل الحريات والتنمية PLA والاتحاد الوطني من أجل التنمية والتجديد UNDER قد انضموا رسميا إلى الحركة الوطنية للإنقاذ بعدما رأوا أن أهداف الحركة هي التي تؤدي إلى التنمية والسلام والاستقرار. المنضمين تحدثوا بهذه المناسبة حيث أكد كل من عبد الحق إبراهيم من حزب PLD وبشير فضل من UNDER أنهم من الآن سيكونون في خدمة الحركة الوطنية للإنقاذ، وأوضحوا أن الحركة حزب كبير يضم كل طبقات المجتمع التشادي. الأمين العام التنفيذي للتجمعات الشبابية بولاية والداي محمد طاهر دوسة أكد للمنضمين الجدد أنهم قد خطوا الخطوة الصحيحة. ومن جهة الأمين العام للحركة الوطنية بولاية والداي عباس عبد الكريم بدر قال إن سياسة اليد الممدودة للرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ كانت وما زالت تجذب انضمام الشباب للحركة، مناشدا كل الشباب الانضمام لحزب MPS من أجل السلام والاستقرار. بلد إن شباب إن شابات شلون في دهان هذا. وقد جرت انضمامات كثيرة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ في ولاية والداي مما شجع الكثيرين الانضمام إليها. استقبل النائب الأول للقائد العام للقوات المسلحة التشادية استقبل الفرقة الثالثة للقوى المشتركة للجنة حوض بحيرة تشاد لمكافحة الإرهاب في نيجيريا. بحضور القائد العام النائب للقوات المشتركة للجنة حوض بحيرة تشاد إلى جانب عدد كبير من المسؤولين. طيب مدثر. ها هي القوى المشتركة لقوات الدفاع والأمن التي ابتعثت لمكافحة الإرهاب. جمعت بوكو حرام عادت إلى البلاد معززة مكرمة مرفوعة الرأس. عادت إلى البلاد وسط استقبال حار من قبل قادتها وشعبها كما ودعوها بهتافات وزغاريت. الفرقة الثالثة للقوى المشتركة للجنة حوض بحيرة تشاد التي أرسلت إلى نيجيريا للتدخل في ثلاثة مناطق وهي باكاوا ومانجوما وكراس كاوا لمكافحة الإرهاب ومن أجل استبداد الأمن والاستقرار في تلك المناطق التي تعرض شعبها إلى القتل والتعذيب والانتهاك وسلب الممتلكات ظلما وعدوانا من هذه الجماعة الظالمة، حيث تدخلت عناصر من قوات الجيش البواسل من أجل الإنسانية وإعادة الأمن والاستقرار في هذه المناطق ودهر الجماعات المارقة وتجار المخدرات. رجعت القوات وهي مرفوعة الرأس بعد أن ساهمت في محاربة هذه العصابات الإجرامية التي عاست في الأرض فسادا. شهد بيت المرأة التشادية حفل تنصيب رئيس قبيلة أبناء كانتو مادغو المتواجدين بالعاصمة أنجمينا الذي تم تعيينه بقرار من قبل رئيس السلطة التقليدية لكانتو مادغو. ياسر محمد أحمد. يبدو أن هذا الخبر لم يجهز بعد، سنعود إليه بعد قليل. مدينة بلتن حاضرة ولاية وادي فيرا سلمت بلدية بلتن حاضرة ولاية وادي فيرا معدات مدرسية إلى المندوبية التعليمية والشباب. حضر المناسبة مندوب التعليم والشباب وعمدة مدينة بلتن محمد صالح النور. ببادرة من بلدية بلتن قد تم تقديم هذه المعدات المدرسية التي تتكون من مقاييد وصبورات ولوحات صغيرة للكتابة والطباشير إلى المندوبية الولائية في التعليم والشباب بوادي فيرا. وقد أشرف على عملية التقديم هو لولاية وادي فيرا الجنرال الساخ أحمد أرجع. في حديثه بهذه المناسبة عمدة مدينة بلتن حبيب الدودو أضاف أن السياسة الاجتماعية للبلدية لا تختصر فقط على التدخلات الاجتماعية بل تشمل أيضا التعليم.
فلذا جاءت بادرات تزويد المدارس بهذه المعدات والمستلزمات المدرسية. عمة المدن المختلفة بولاية وادي شيرة وعلى لسان ممثلهم أشادوا بهذه البادرة متعهدين في الوقت ذاته عن القيام بمثل هذه اللافتة بمدنهم المختلفة لأجل دعم عجلة التنمية والتعليم بكافة مناطق ولاية وادي شيرة. ولولاية وادي شيرة في استلامه للمعدات والمستلزمات المدرسية المقدمة من قبل بلدية بلتن شكر المجلس التنفيذي للبلدية لهذه اللافتة الكريمة، موضحا أن المعدات المقدمة سيكون لها عصر إيجابي في التعليم على مستوى الولاية، حثا جميع العمة إلى السعي في مثل ذلك. المندوب الولائي في التعليم والشباب بوادي شيرة حسين إبراهيم عبد الله هو الآخر أشاد بهذه البادرة تجاه التعليم بالولاية. ونبقى بمدينة بلتن وافتتاح مسجد لصلاة الجمعة بحضور ولي الولاية جنرال إسحاق إرجا محمد صالح النور أبكر. ببادرة من محمد برغو أحد أبناء المغفور له فضل عبد الله برغو حسن جاء بناء هذا المسجد الذي يسع إلى أكثر من 400 مصلي. وقد حضر المناسبة الافتتاحية والي ولاية وادي شيرة إسحاق أحمد أرجا ورئيس المجلس الولائي للشؤون الإسلامية فرع ولاية وادي شيرة علي محمد عبد الواحد وعدد كبير من المدعوين من داخل وخارج بلدن. وقد أدى المسلمون أول صلاة الجمعة بهذا المسجد الذي يدعى عبونا فضل عبد الله. وبعد أن عم المسلمون رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في ولاية وادي شيرة علي محمد عبد الواحد أشاد بهذا العمل الخيري ذات أهمية قصوى طبقا لما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة، داعيا المسلمون إلى مزاولة المسجد وإقامة الدروس الدينية. وباسم أسرة الفقيه حسين إبراهيم عبد الله برغو شكر كل الذين وقفوا معهم في بداية المشروع وحتى تشييد المسجد الذي يعتبر ومن هذه اللحظة ملك للمسلمين أجمع. عمدة مدينة بلتن حبيب الدودو والآخر ركز فيما يخص الاهتمام والعناية بالمسجد. من الناس في جوار هذا المسجد سيادة الحارة حتى الشيف دي كارتي يكون عضو في هذا اللجنة، وكلنا إحنا نكون عضو في هذا اللجنة، لأن البنى ده ما مشكلة إنبنى، لكن كيف صيانته وكيف تعديله. هذا ويدور شؤون المسجد لجنة تتكون من 12 عضو. قام أعضاء المكتب الوطني السياسي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة الأمين العام النائبة الثالثة بزيارة تقديم العزاء لأسرة الفقيد جمنغار دادنجي جوزيف الذي وافته المنية في ليلة 31 من ديسمبر الماضي إثر مرض لم يمهله طويلا. عبد الله هارون. ليلة رأس السنة 31 من ديسمبر الماضي توفي جمنغار دادنجي جوزيف رئيس الوزراء التشادي الأسبق ورئيس حزب الإطار الوطني الشعبي إثر مرض لم يمحله طويلا. وعليه فقد قام أعضاء المكتب الوطني السياسي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة العامين العام النائبة الثالثة مجديان فجاريد لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل جمرنجار دادنجي جوزيف باسم الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ إدريس دي بيتنو. وأثناء هذه اللحظة قال المتحدث باسم الحركة الوطنية للإنقاذ جان برنار باتاري إن شخصية جمرنجار دادنجي جوزيف تعتبر واحدة من الشخصيات الحامة التي ساهمت في القضايا الوطنية، وإنه رجل إداري محنك قدم العديد من الإسهامات الوطنية على الساحة السياسية والاجتماعية، وإن فقده يعتبر خسارة لجد. في حين شكر ممثل أسرة الفقيد فيلتو البيبليس جميع أعضاء الحركة الوطنية للإنقاذ على تقديم واجب العزاء والمساعدة المقدمة لهم، مؤكدا أن هذه المشاطرة تدعم أسرة الفقيد وتقلل من هذا الفقد الكبير المتمثل في جمرنجار دادنجي جوزيف الذي أفنى حياته في خدمة الوطن.
وصل جثمان مدير صحيفة النشر إبدو جون كلود في تمام الساعة 2 ظهرا بمطار حسن جاموس الدولي. توفي الفقيد في إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس. عبد الله هارون. وسط حزن عميق جاء أقارب وأصدقاء ورفقاء الدرب لاستقبال جثمان الإعلامي والصحفي جون كلود نايكيم الذي وافته المنية بتاريخ 21 من ديسمبر المنصرم بدولة فرنسا، وذلك بعد صراع مع المرض. وفور وصول جثمان الفقيد من قبل أسرته وأصدقائه وزملائه في المهنة نقل إلى المستشفى المركزي حيث يحفظ إلى حين تحديد موعد الدفن. الفقيد جون كلود نايكيم ولد في عام 1963 وترك وراءه أرملة وأربعة من أبناء. قدم صباح اليوم الأمين العام للجنة الأولمبية الرياضية التشادية بابا أحمد بابا قدم بيانا صحفيا لإخطار الرأي العام الوطني بأنهم بصدد إرسال عدد من الرياضيين الناشئين إلى أسبانيا بهدف تدريبهم في وإلمامهم بفنون رياضة كرة القدم والكاراتيه. جزء من حديثة. النقطة الصحفية اليوم نظمناها ده هدفة لنوري للمجتمع الوطني إني سبعة من الرياضيين التشاديين بمشوا عن باكر إن شاء الله لإسبانيا لتدريب لمدة 4 سنين. والتدريب ده يعني ما تدريب رياضي وهيدا بس، الشباب دول ده يكونوا في ثانويات يدرسوا ويسووا رياضة في أماكن يعني عندهم كيبما الكافي اللي يسمح لهم يتدربوا لتدريب عالي، بس إن شاء الله ينجحوا ويكونوا ممثلين لتشاد في ألعاب الأولمبية هن باريس 2024. والسبعة رياضيين منهم 6 بنات وواحد ولد. من الست بنات دول ده 4 يمسوا جيمناستيك أرتستيك في كلوب في مدريد لمدة 4 سنة. 2 منهم يمشوا أيضا في كلوب في مدريد لتدريب الكاراتيه لمدة 4 سنة تاني، والولد يمشي أيضا يتدرب في كرة القدم في مدريد. والبورس ده نتيجة هنت العلاقة بين اللجنة الأولمبية التشادية واللجنة الأولمبية الإسبانية العقد مضينا يوم 20 ديسمبر الماضي. وصلنا للتو هذا الخبر أثناء مهمة عمل لوزير المنتدب لدى رئاسة المكلف بالدفاع الوطني والأمن والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق محمد أبلي صلاح. وصل إلى إحدى المدن الواقعة بشمال جمهورية مالي برفقة الوزير نظيره المالي وعدد من ضباط الجيش وقيادات بالجيش التشادي. عثمان محمد عثمان بشير. منطقة أجيلوك حوالي 80 كيلومترا من مدينة تساليد شمال جمهورية مالي كانت هي الأخرى ضمن أجندات الزيارات الميدانية للوزير المنتدب لدى الرئاسة المكلف بالدفاع الوطني والأمن والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق محمد أبلي صلاح. في هذه الزيارة الميدانية شمال جمهورية مالي رافق الوزير فيها نظيره وزير الدفاع المالي اللواء إبراهيم دايرو ديمبلي بالإضافة إلى القائد العام النائب الأول للجيش التشادي اللواء جيما دومترينا ونظيره المالي بالإضافة إلى عدد من الضباط وقيادات بالجيش الوطني التشادي والممثلة النائبة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وقائد القوات الأمم المتحدة في مالي. خلال هذه الزيارة التقى الوزير فيها مختلف الإداريين والشيوخ القبائل القاطنين بالمنطقة. هدف اللقاء هو الاستماع عليهم حول مدى سير عمل قوات الأمن والدفاع التشاديين المتواجدين بالمنطقة ضمن إطار قوات الأمم المتحدة في مالي. خلال اللقاء جميع المداخلات التي أدلى بها الحضور كانت إيجابية، وكانت العبارات تثني أيضا على قواتنا في الأمن والدفاع لاحترامهم مختلف السكان والالتزام بالمبادئ الأخلاقية الحميدة في ميادين الحرب.
هدفهم كان ولا زال محاربة الإرهاب من أجل الاستقرار الأمني في مالي ومنطقة الساحل الأفريقي بصفة عامة. اللقاء الثاني الذي عقده الوزير المنتدب لدى الرئاسة المكلف بالدفاع الوطني والأمن والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق محمد أبا لصلاة خلال هذه الزيارة كان مع مختلف قيادات الجيش التشادي المرابطين بالمنطقة. لقاء كان يهدف إلى معرفة الصعوبات والمشكلات التي تحيط بالجيش التشادي محاربو الإرهاب في صحراء مالي. لقاء كان إيجابيا بكل المقاييس نظرا لأن جنودنا التشاديين لم يكن لديهم أي صعوبات تذكر نظرا لاهتمام الحكومة والأمم المتحدة في معالجة مختلف مشكلاتهم الأساسية. بعدها قدم الوزير الرسالة التي حملها من قبل فخامة رئيس الجمهورية إلى جنودنا في مالي وقال: فخامة رئيس الجمهورية القائد العالى للجيش التشادي يهنئكم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد عام 2020، كما أنه يطلب منكم مواصلة المسير في محاربة الإرهاب من أجل الاستقرار في منطقة الساحل. رسالة قوبلت بترحيب كبير. وعلى هامش الزيارة الميدانية بمدينة تساليت شمال مالي، الوزير المنتدب لدى الرئاسة المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق محمد أبالي صلاح عقد عدد من اللقاءات مع قيادات الجيش التشادي هناك وكذا قيادات قوات الأمم المتحدة. محمد عثمان بشير والمزيد عن هذا اللقاء. خلال تواجده بمدينة تساليت شمالي جمهورية مالي قام الوزير المنتدب لدى الرئاسة المكلف بالدفاع الوطني والأمن والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق محمد أبلي صلاح بزيارة إلى مقر قيادة قوات الأمم المتحدة المقيمين في منطقة تساليت الدفاعية. خلال الزيارة عقد الوزير لقاء مع قيادات ومسؤولي قوات الأمم المتحدة بالمنطقة لمعرفة مدى سيرورة العمل وما إن كان هنالك من نقاط على الورق أو على الميدان تتطلب إعادة النظر فيها من قبل الحكومة أو الأمم المتحدة. الرد كان إيجابيا من المسؤولين حيث كل شيء يسير على ما يرام وأن الجنود في حالة تأهب قصوى للتصدي لأي عمل إرهابي قد تفكر فيه الجماعات الإرهابية التي لا أثر لها منذ تمركز قوات الأمم المتحدة وخاصة التشاديين في تلك المنطقة. اللقاء الأخير للوزير محمد أبا لصلاح بمنطقة تساليت كانت مع قيادات الجيش التشادي. لقاء قدم فيه الوزير رسالة دعم وتشجيع حملها من قبل فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش التشادي. أنهى الوزير زيارته الميدانية بتساليت بغرس عدد من الشتيلات داخل ميدان المنطقة العسكرية للجيش التشادي التابعة لقوات الأمم المتحدة في مالي، ذلك تعبيرا عن سياسة الحكومة في الحفاظ على سلام أرواح المجتمع والبيئة معا ضد الجماعات الإرهابية والتصحر في منطقة الساحل ومالي. كما التقى ظهر اليوم الوزير المنتدب لدى رئاسة المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق محمد أبالي صلاح بمكتبه السفير الصيني لدى البلاد، تباحث الطرفين حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الأمني. محمد عثمان بشير. في بداية عام 2020 نتطلع إلى مزيد من التعاون الأمني والاستراتيجي بين تشاد والصين خاصة فيما يتعلق بالمجالين الأمني والعسكري. سيكون هناك تبادل خبرات بين البلدين إلى أقصى ما يمكن. عبارات للسفير الصيني لدى البلاد لي جينج جينج عقب لقائه الوزير المنتدب لدى الرئاسة المكلف بالدفاع الوطني والأمن والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق محمد أبلي صلاح صبيحة هذا اليوم الجمعة 3 يناير لعام 2020. حتى وإن لم نجد أي تفاصيل أخرى دقيقة عن اللقاء غير تصريحات السفير إلا أن اللقاء كان مثمرا بين الطرفين فيما يتعلق بالتعاون الأمني والعسكري بين البلدين. كان بجانب الوزير في هذا اللقاء مستشاره الأمني العميد أمين سيراندي أنتوين ومدير التعاون العسكري بالوزارة العميد عثمان جمعة.
افتتح تجمع تشات أولا النهائي لبطولة بلدنا لكرة القدم، والذي نظمها تجمع بهدف توعية الشباب حول التعايش السلمي. انتهت المباراة النهائية بتتويج فريق فورلامي بكأس البطولة. آدم حسن مكاوي. يبدو أن هذا الخبر أيضا لم يجهز بعد. هكذا مشاهدينا ننهي عرض النشرة الرئيسية لهذا المساء، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.